جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل: إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، فأردهما فتقول الملائكة: إنه ليس أهلا لتغفر له. فأقول: ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة، أشهدكم إني قد غفرت لعبدي. جاء في الحديث: إنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول: يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها: يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها في الرابعة. فيقول الله عز وجل: إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي. يا ابن آدم، خلقتك بيداي وربيتك بنعمتي، وأنت تخالفني وتعصيني، فإذا رجعت إلي تبت عليك، فمن أين تجد إلها مثلي؟ وأنا الغفور. وأنا الغفور الرحيم. عبدي، أخرجتك من العدم إلى الوجود، وجعلت لك السمع والبصر والعقل. عبدي، أسترك ولا تخشاني. أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك وأنت لا تستحي مني. من أعظم مني جودا؟ ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتحه له؟ ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه؟ أبخيل أنا فيبخل علي عبدي؟ يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية، وارزقنا عيشة راضية مرضية.